عليكم لي زاميت نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في فيديو جديد الوغ في اخر فيديو لانسيت كنت قلت لكم الى عندكم مقترحات ديال دي فيديو اللي غادي نصاوب من بعد وكانوا بزاف ديال المقترحات اللي ديجا نوطيتهم دونك سور شاك فيديو ان شاء الله غادي نهضروا على مقترح يعني نتوما الدرجه اللي طلبتوه بون المقترح ديال هاد النهار اختاريته هو الاول حيت فريمون عجبني بزاف هو انني نحكي لكم ليكسبيريونس ديالي مع التيلي ترافاي كما عارفين شحال هادي كنا كنخدموا في سونتر مي دابا مع كورونا الله يهز علينا هاد الوباء فكنخدموا بالتيلي ترافاي كاينين بزاف ديال الناس اللي رجعوا للسونتر مي انا من الناس اللي بقاو في التيلي ترافاي واللي ان شاء الله غادي نبقى ديما في التيلي ترافاي حيت فريمون عنده بزاف ديال لي زافونتاج هما اللي غادي نبارطاجيهم معكم اليوم نتمنى الفيديو ديال هاد النهار تنال الاعجاب ديالكم الى عجبتكم كليكيو سور جيم ولا بارطاجي وما تفوتنيش فرصه انني نرحب بالناس الجداد اللي دخلوا معنا مرحبا بكم في العائله ديالنا واذا كنتوا اول مره نتوما غادي تشوفوا لاشين كليكيو سور اشتراك او فعلوا جرس باش يوصلكم دوطخ فيديو ان شاء الله ونبداو على بركه الله بالنسبه لك يقولوا علاش تبدلت حيت ديك لا فيديو صورتها هذه اون سيمين وكنت باغا نكمل لا غدا ليه نلونسي لكم لا فيديو مي صبحت مريضه وصافي اون سيمين كو جو سوي مالاد مي هاد النهار بززت على راسي باش نصور ان شاء الله لا فيديو نكملها لكم حيت كانوا بزاف ديال المقترحات دونك مازالين بزاف ديال لي فيديو غادي نشوفوهم انصومبل بون غادي نحاول ما امكن ما نقللكمش لينيرجي نيجاتيف غو خديت ابل وهذا لافونتاج نيميرو 1 ديال التيلي ترافاي هي سا بيرمي دو ريدوير لو طو ديال لابسونس يعني شحال هادي ملي كنكونو خدامين في سونتر انا من بين الناس درجه اللي يلاه كيشمو ريحه المرض كيصيفطو سيغتي فيها 3 جوغ على الاقل مي بون دابا ملي كنكونو خدامين في الدار كتقول ماشي مشكل غادي واخا مريض زعما غادي نمرض غادي نحط حدايا بيسي غادي نجلس جلسه مريحه نحزم كاع راسي بزاف ديال حياتي وفوسط الحامض ما كاينش حتى شي واحد اللي شايفني شنو انا داير ماشي مشكل واخا خدام دولي بران تافيو بالغرض كيما كنقولوا اي سا بيرمي دو ريدوير لو طو ديال لابسونس يعني ما كيكونوش عندك لي زابسونس بزاف كيما كنعرفوا لي زابسونس ما كي امباكتيو كشي غير بسوايع اللي كيكونوا ناقصين ما حتى الا كانت عندك لا بريم وكانوا عندك لي زابسونس دونك ما كتاخذش لا بريم دوكو هذا هو لافونتاج نيميرو 1 ديال التيلي ترافاي كيشجع الناس على انهم يخدموا واخا يكونوا في حاله يرثى لها وحتى بالنسبه لي غوتار ان ملي كتكون مثلا ساكن في بلاصه وخدام في بلاصه واحده اخرى كيخصك تنوض واحد الساعة على الأقل توجد راسك لو طون ديال ترونسبور وعاد كتوصل الخدمة بارفوا كيكون لومبوتياج تقدر توصل الخدمة معطل مي ملي كتكون خدام تيلي ترافاي عارف راسك فوقتاش خدام مثلا أنا كنخدم ديما مع 9 دونك على الأقل خصني نكون نايضة مع 8:30 دونك يكون عندك واحد الوقت محدد اللي عارف بلي ما غاديش يجي شي حاجه من شي بلاصه وحده اخرى اللي غادي تعطلك على خدمتك لافونتاج نيميرو 2 هي لا ريدكسيون ديال لي ديبونس بزاف اللي خدامين دابا في تيلي ترافاي غيكونوا لاحظوا الفرق مي فريمون فرق كبير ديال زعما في هذا الوقت هذا قدروا انهم يوفروا شي حاجه باغ كونطخ شحال هادي ما كنا كنوفروا والو كنتي خصك ضروري تشري ما تلبس وتتنوع بزاف حيت كتبقى ماشي جاي كل نهار كيخصك تمشي للخدمه دونك ما يمكنش تبقى ماشي بلبسه وحده دونك نتايا اصلا لي شارج ديالك كيكونوا بزاف اون فوا كي تاخذ لي بوز خصك تمشي تاخذ البوفيت تاخذ كافي باش تصحصح خصك الاغلبيه زعما كانوا كيتغداو على برا دونك كانوا بزاف ديال لي ديبونس ميم ملي كتكون خدام في الدار يكفي بيجام تكتك في تفي بالغرض دونك ما كيكونوش بزاف ديال لي شارج ماشي بالضروره انك تشري سكن بزاف لانك غيكاس في الدار فبزاف ديال لي شارج كينقصوا فعود ما تضيع فلوس مثلا واحد 15 درهم ديال الصباح ديال الفطور غادي غير في البوسكانز ديالك كافيك باش انك توجد كاس ديال لاتاي وفطور نيت ديال بصح وفي الغداء عاوتاني فاطمة تضيع على الاقل 20 درهم ولا 30 درهم ديال الغداء في ان ساندويتش تقدر في ساعه توجد غدا اللي هو مزيان ويتاح عليك برخص رخص رخص من هادشي يمكن هاد لو مونطون ديال 25 درهم ديال الغداء و10 دراهم ديال الفطور كتبان شي حاجه سهله ما ملي كضربها 26 يوم راه اكثر من نص ديال الصالير كيجيو تقدروا ديروا راسكم الكالكول دونك هادي من بين لي زافونتاج ديال التيلي ترافاي هي انك ما كتبقاش يكونوا عندك بزاف ديال لي شارج ما كيكونوش عندك بزاف ديال لي ديبونس وهادي حاجه لي فريمون زوينه بزاف نمشيو لافونتاج نيميرو 3 هو الربح ديال الوقت كما قلت لكم الاغلبيه اللي ساكن اللي كيكونوا خدامين في شي بلاصه كيكونوا بعادين عليها بواحد الساعه او مويان دونك كاينين الناس اللي بعادين بساعتين كاين الناس اللي بعادين غير من ساعه دونك او مويان نقولوا حنايا غير ساعه واحده
ساعة واحدة اللي كنتي خدام في دارك، يعني ساعة ديال الصباح وفي ساعة ديال العشية، غادي تيكونوميزيها ساعتين في النهار، غضربها في 5 أيام اللي كنخدمو في السيمانة، غضربها في 4 السيمانات اللي كاينين في الشهر. فانتي كتيكونوميزي واحد 40 ساعة على الأقل. 40 ساعة عرفتي شنو دير فيها؟ 40 ساعة تحفظ فيها سورة البقرة، تقرا فيها شحال من كتاب، دير فيها شحال من اكتيفيتي ابار الخدمة ديالك. دونك هذا من هاد القضية هادي من بين ليزافونتاج ديال التيلي ترافاي، وشي حاجة اللي فغيمون خصنا نعرفو كيفاش نستغلوها. كاين ميم فهاد 40 ساعة اللي كيديرو خدمة واحدة أخرى، لأن ساعتين في النهار تخول لك أنك دير خدمة واحدة أخرى وتربح منها حتى هي الماني إز هاني. دونك هذا من بين ليزافونتاج ديال التيلي ترافاي، أنك كتربح الوقت. كما كنعرفو لو طون ديال لي بوز هو 5 دقائق كل ساعة، دونك نتاو على حساب لا جيستيون ديالك. كاين اللي كياخد ديك 5 دقائق كل ساعة، كاين اللي كياخد 15 دقائق الصباح، 15 دقائق في العشية، دونك كل واحد كيفاش كيتصرف. ملي كتكون خدام بالتيلي ترافاي فعندك بزاف ديال لي بوز ابار هادي 15 مينوت ديال الصباح و 15 مينوت ديال العشية، لأن ما بين أبل و أبل ديجا هاديك بوز بالنسبة ليك، يعني تقدر تهز فيها التليفون ديالك، تشوف شي حاجة، تبدل الجو. باغ كونطخ إلا كنتي خدام في سونتخ ما عندكش الحق أنك تهز التليفون ديالك، حيت كاينين لي دوني بيرسونيل ديال لي كليون. تقدر تكون أو ميم طون كتشوف في التلفازة، تقدر تكون كدير بزاف ديال الحوايج أو ميم طون، أون أتوندون زعما يدخلك أبل واحد آخر. ملي كتكون كدير شي حوايج وحدة أخرين كيخليك أنك ملي كيدخلك أبل كتاخدو بواحد نشاط وحيوية، ما كيكونش ديك الملل. كاين حاجة واحدة أخرى أيضا، هي أنه كيكون عندك وقت حتى لعائلتك. مثلا أنا إلا كنت خدامة في أن سونتر غادي نمشي في الصباح، أنا جاي حتى العشية أبخا واحد 8 أور ولا واحد 9 أور. باغ كونطخ إلا كنت خدامة في الدار فغير في البوز، في بوز 15 مثلا ديالي، نقدر نمشي حيت جالي توجور مون بيبي، دونك نقدر نمشي نرد ولدي نفطر أو ميم طون. في البوز ديال الغدا نقدر كاع أنا اللي نوجد الغدا ونتغدى أو ميم طون أنا وليداتي. دونك بزاف ديال الحوايج كتقدر ديرهم مع لا فامي ديالك. تيلي ترافاي لا ديفينيسيون ديالو نسيت ديجا واش شرحتها لكم في الاول ولا لا، واللي هو انك تخدم اور سيت، يعني ما كيكونوش محددين لك راه خصك ضروري تخدم في هاد لادغيس ولا في هاد لادغيس، زعما تخدم غير في دارك، ما تقدر تخدم في اي بلاصه. مثلا تقدر تمشي كونجي مع ولادك شي بلاصه وما يخرجوا يلعبوا مع راسهم ولا يتساروا ولا يعوموا، وانت تكون خدام مثلا في داك الشاليه اللي كريتو في ديك بلاصه زوينه، واخا هكاك كتكون نتايا كتفوج معاهم، نتايا كتكون كتبدل الجو معاهم. دونك ماشي بالضروره تقدر كاع تخدم غير في كافي ولا في شي مكتبه ولا، يعني ماشي بالضروره انك تكون ديما خدام في لادريس اللي عطيتيهم النهار الاول. تقدر تبدل البلايص، وديجا خصك تبدل البلايص باش ما كنوصلوش في ديك القضيه ديال شفت واحد ستاتيو البارح، واحد البنت جاها جاتها كآبة من تيلي ترافاي، وبزاف ديال الناس في لي كومنت قالوا لها بلي راه في داك زعما لو طون اللي كيكون عندك ليه خصك تخرجي ديري شي حاجه تبدلي جو، ماشي ديما انك تخدمي في نفس البلاصه. دونك كانوا بزاف ديال لي كونساي ميم في لي كومونتير، داكشي علاش اللي عنده شي مشكل اللي يحطو في ستاتيو. كاينين بزاف ديال الناس كيكونوا دازو لا ميم اكسبيريونس اللي يقدروا يبارطاجيو معاكم لي اكسبيريونس ديالكم، اللي يقدروا انهم ينصحوكم. واكتشفت ديك البنت بلي فريمون بزاف ديال الناس باغيين يخدموا بالتيلي ترافاي، ولكن ماشي كاع لي سوسيتي زعما كيبروبوزيوه. مي بون هادشي كان باينه قوسين، كنت باغا نقول لكم بلي التيلي ترافاي عنده دي زافونتاج بزاف. هادشي هاد لي زافونتاج غير لينا حنا زعما كناس اللي كيخدموا بالتيلي ترافاي، ميم بالنسبه لي سوسيتي فلي زافونتاج ديالو واو، داكشي ديالنا مضروب في الجسم. مثلا كتلقى شي سونتر واخد بزاف ديال لي لوكو فشي مدينه، الوغ ملي كيخدم بالتيلي ترافاي فكيبقاو ينقصوا هاد لي لوكو، كينقص ديجا اللواي. واش عرفتو لوكاسيون ديال ان سيت زعما ديال سونتر دابيل شحال تقدر تكون؟ سورتو ان لي سونتر دابيل زعما الكبار كيكونوا في المدن الكبارين اللي كيكون فيهم اللواي غالي، دوكو كينقص عليهم هاد لي شارج ديال اللواي ديال الالكتريسيتي ديال الخدامه ديال لي فام دو ماناج ديال لي سيكوريتي ديال زعما ابار. حنايا راه بزاف ديال لي شارج كينقص على هاد لي سوسيتي، كيجيبو الناس غير كيدوزو لهم فورماسيون واحد اموا اي دمي ولا دو موا ولا كاع 3 موا ديال سور تيرا، ومن بعد كيمشيو لديورهم و كينقصو عليهم بزاف ديال لي شارج. دونك كاين بزاف ديال لي زافونتاج ميم بوغ لي سوسيتي. بون هذا الشيء اللي قلت لكم انا هو تلقى من تجربتي الشخصيه، زعما غير لي زافونتاج اللي بانوا لي انا. مي بون كاين بزاف ديال لي زافونتاج اللي تقدروا تشوفوه ميم سور سيت سور لي سيت انترنيت، مي جو في فو ليسي زعما لي ان هكا باش يكون عندكم اكسي ديريكت وتشوفوا شنو هما لي زافونتاج كاملين ديال التيلي ترافاي. كانت هذه هي الحلقه ديال هذا النهار،
بون غادي نشوفو بزاف ديال المقترحات كانوا ديال ديجا انا كيفاش كنوفق ما بين خدمتي و لي زاكتيفيتي الاخرين اللي كندير ابار الخدمه، مثلا ترافاي هكا اسوسياتي ولا الخدمه ديال اليوتيوب، وكيفاش كنوفق زعما ما بين هادشي وبين عائلتي. كاينو بزاف ديال المقترحات اللي زوينين اللي غادي نشوفوهم ابخي. دونك الا كنتو مازال ما تابونيتوش تابوناو باش تشوفوا لي فيديو الاخرين اللي غادي يكونوا فريمون زوينين. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، وكنتمنى لكم امسيه طيبه، وكنتمنى ليا بون ريتابليسمون اكسلون جورني.